وما نريد من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل كي تلتزم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأن تكون دولة ليست فوق القانون. إسرائيل هي الآن تعتبر نفسها دولة فوق القانون، تفعل ما تشاء وتمارس ما تشاء، غير آبها، غير مكترثة لا بالقانون الدولي ولا بالشرعية الدولية، وتمارس البلطجة والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني. والصورة التي تخرج من فلسطين بشكل يومي من خلال كل وسائل الإعلام تقول ذلك وتؤكد أن ما تقوم به إسرائيل هو أنها دولة فوق القانون، دولة تستبيح الشعب الفلسطيني، تستبيح ليس الأرض وليس الدم فقط، وإنما تريد إنهاء وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهذا لن يحدث.